خالد توقف. ليش؟ لأنه رعب 9 أطفال بشكله اللي زي المومية. طيب ليش؟ لأن هذا عالج بخلطة أعشاب. ليش؟ لأن لقاه في نص الصحراء. ليش؟ لأن خالد وقع في الصبار. ليش؟ لأن سيارته خربت على الطريق. طيب ليش؟ لأنه لما اشترى قطعة الغيار من غير ضمان خالد ما سأل ليش. دايما اسأل ليش. اختر قطع نيسان الأصلية عشان ما يراعي نيسان إلا نيسان.